محدش بياكلها بالسهل. ياللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه. يا محمود بص يا محمود عايز اقول لك على حاجه. الحمد لله يا غزوله. الحمد لله العسوله غزوله اهي. يا محمود عايز اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي قولي. انا لقيت في سلم محطوط على الدور الاول. يعني انا لقيت سلم محطوط على الدور الاول. سلم محطوط على الدور الاول؟ ايوه في الشباك. في الشباك؟ اه. ده اكيد حرامي. حرامي؟ اه بس انا بخاف. استنى اعمل ايه دلوقتي؟ استني. على جميع سكان برج الجمل يوجد حرامي في الدور الأول. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. ماشي ماشي يا عم محمود. ماشي يا عم محمود على السياح اللي انت عامله في العمارة. وربنا هسيبك يا عم محمود يا عم. وربنا ياخد الفلوس واخلع على البيت دوت وهرجع لك يا عم محمود لاديك حتة علقة. ماشي يا عم محمود ماشي. على جميع سكان انت مش دي امنية انت مش عارف اسمعي يا محمود بيقول ايه؟ ده هو في حرامي في العمارة يا نهار ابيض. شوفي ايه يا امنية على جميع سكان ايه ده؟ برج الجمل ايه الصوت ده؟ يوجد حرامي في الدور الاول. ده عم محمود بيقول في حرامي. بالحرامية بسرعة. ايه يا عم؟ يا حبيبتي ما تخافيش ما تخافيش يا روز. انت معايا يا حبيبتي ما تخافيش. طب تعالي نشوف ايه يا فندم. يوجد حرامي في الدور الاول وانا بخاف بالحرامية. بسرعة. ده صوت عم محمود. ايوه يا بابا. على جميع سكان حي. برج الجمل ده بيقول في حرامي في الدور الاول. حرامي؟ تعالى يا مكة معايا نشوف ايه في الباب. حرامية بسرعة بسرعة. على جميع سكان برج الجمل التوجه الى حارس العقار وخلي بالكم وانتوا نازلين وكل يربط السلالم ومحدش يخبط في التاني. احترسوا على جميع سكان برج الجمل التوجه لحارس الاكرام. على جميع في حرامي في الدور الاول. في ايه يا عم محمود؟ اه في ايه؟ في حرامي في الدور الاول. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنتصرف ازاي؟ معرفش والله انا بخاف من الحراميه. انت بتتكلم جد يا عم محمود؟ انا بهزر معاك. يا السلم محطوط وروح شوف. طب بص يا عم محمود انا على العموم كده انا الحمد لله شقتي سليمه وما فيهاش اي حاجه. انا ماليش دعوه خالص بالكلام ده. انا هطلع اقعد في شقتي وماليش دعوه باي حد. وانا كمان ماليش دعوه. انا خايف على بنتي وكمان انا بخاف من الحراميين. خاف من الحراميين؟ بقول لك يا عم محمود عايزك تركز. الحرامي ده تمسكه وتوديه الاسم. ايوه صح انت يا عم محمود. امسكه وحلله بقى وودي الاسم. وانا مالي وانتوا جايبيني عامل نظافه ولا خلي بالكم العماره؟ انا مش فاهم. انا هنا شغلتي الم الزباله وسيق السلالم واكنس فقط لا غير. حضرتك بقى بتنزل لي بقى الاطفال الصبح والنبي امسكهم لي العربيه تيجي تاخدهم وانا مالي؟ يا عم محمود انت حارس عقار. حارس عقار الم الزباله سيق اكنس فقط لا غير. تعالوا عايزين يا باشمهندس انتوا هتشغلوني يا كام شغلانه؟ انا هقف معاك لغايه لما الحرامي يمشي. هيقف معاك يا ربنا. ثواني امسك دي كده. هطلع اجيب الحرامي بقى واخده اشربه شاي معايا واقعده معايا واتكلم معاه. انت بتهزر يا عم محمود؟ بهزر. ده انت اللي بتهزر. انت بتتكلم ده ليه يا عم محمود؟ على جميع سكان برج الجبل التوجه الى مدخل العقار. بصوا بقى احنا ازاي عندنا في العماره حرامي؟ احنا ما ينفعش نسكتوا. عندك حق يا امنية. احنا لازم ندافع عن عمارتنا. طب هنعمل يا امنية برضه يا امنية. طب هنعمل ايه يا امنية؟ تعالوا يا
يا جماعه في ايه؟ يا جماعه في ايه؟ يا حرام يا حرام يا جماعه في ايه؟ نعم. انت اسمك ايه؟ انا اسمي عم احمد. لا انت اسمك حرام. حرام بص بقى. حرام يا احمد. حرام ونصاب كمان. ونصاب كمان اللي انتوا عايزين. عايز اقول لك على حاجه بقى. اتفضلي. انت ليه بتسرق؟ استفاد ايه لما بتسرق؟ بسرق عشان محتاج فلوس. محتاج فلوس في تسرق؟ اه. ها؟ في تسرق ها؟ وانا ايه يعني؟ انا ايه اللي خلي؟ هو كده حرام ولا صح؟ لا كده صح. كده صح؟ كده غلط غلط غلط. كده حرام. ماشي كده حرام. يعني انا ايه اللي يخليني يعني اشتغل واتعب يعني؟ ما نسرق شقه وارتاح شهر بحال. لا يا حبيبي انت بقى ركز في شغلك. بص بقى انا عايزه لك ما تعملش الطريقه دي. الفلوس دي حلال؟ لا اكيد حراه. حرام. وكمان ربنا مش راضي عنك وربنا زعلان منك. ايوه بص بقى دلوقتي. طب اقول لكم حاجه. لو حرمتها تاني والله هنضربه. طب اقول لكم حاجه. انتوا شبه بناتي وباين عليكم جدعان والله العظيم. هقول لكم حاجه. ها انتوا تسيبوني امشي النهارده تمام ووعد يعني مش هسرق تاني خالص. لا لا يا حبيبي لو انت كده تعالى معانا كده بالذوق وانزل معانا عشان نوديك للاسم ولو ما سمعتش الكلام نضربه. بالله عليكم الاسم لا امانه عليكم. اضرب. بالله عليكم بالله عليكم مش قادر. حرام عليكم. هتيجي معانا ولا لا؟ هاجي معاكم بس بالله عليكم حد يضربني تاني. ماشي ماشي. هتيجي بالذوق؟ هتيجي بالذوق. هو ايه اللبس اللي انتوا لابسينه ده؟ هو شورت الاطفال ولا ايه؟ يا حبيبي احنا شورت الاطفال. طب انا اسف انا اسف. يلا بالله عليكم حبيبي. انت ازاي تجرأ تدخل عمارتنا هنا؟ انا اسف انا عمارة الجمل. انا اسف يعني لو حد دخل فيها ممكن نودوه الاسم اصلا. طب انا اسف امانة عليكم امانة عليكم. نزلوني بقى ولا يلا يا حرام يا حرام يلا 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 بالله عليكم ضرب لا بالله عليكم ضرب لا. انا اسف يلا يا حرام بالله عليكم. انا اسف انا اسف. سموني قالوا متهني من كتر الجرح بيغني. سموني امانة عليكم امانة عليكم. حد يسلك من العيال دي بالله. تستاهل. الحرام اهو الحرام اهو الحرام اهو الحرام اهو. عليك بالله السيد عامل ايه يا راجل يا طيب؟ اقسم بالله كلها ثلاث سنين مش قلت لك ابعد عن العماره؟ كلها ثلاث سنين وهاجي اعلقك. كنت سافرت وطلعت. اقول لك ايه؟ ما لقيتش الله عمار في الجمل وتيجي تسرقها؟ والله ما احنا سايبينك على السياح اللي انت عامله. ثواني. تم القبض على الحرامي بنجاح. 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 انا هديك اول حاجه الحقن طول الحقنه بسرعه. ها ارجوك محتاج الجرعه. ها طول الحقنه بسرعه. ها ارجوك محتاج الجرعه. خد تعالى ثواني بقى. انا عاوز ايه يا عم محمود قبل ما نودوه الاسم؟ ثواني بس ثواني. عارف لما طلعت شجيبك من فوق ليه؟ عشان ما موتكش في ايديا عم محمود. بس انت قلت انك بتخاف من الحرامي. من الحرامي؟ هو ده شكل حرامي؟ ده عملت ايه؟ ده اللبس حرامي، شكل حرامي، كل حاجه حرامي قدامك. بس عاوز اقول لكم على حاجه. قبل كده زمان مسكت حرامي في البلد على اللي عملته فيه. أيوة. الناس امنوني امان. عارف قالوا لي ايه؟ قال لك ايه؟ بالله عليك اول ما تشوف حرامي اوعى تمسك حرامي تاني من جراره. عشان كده بعد أمانة عليك. إيه؟ وديني الاسم يا تروحي. ثواني. أمانة عليك يا ليل طويل عهد العمر من أول. أمانة عليك يلا ليل طويل. أيوة الحرام يا هو.
شرطة الأطفال. تسلم 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 شرطة الأطفال. أمنية قوة. أمنية قوة. أمنية قوة. أمنية قوة. يا الزولة. يا الزولة. يا الزولة. الأم يا فيروز تاكل القرش لما تعود. الأم يا فيروز تاكل القرش لما تعود. يا جماعة حد يجيب الولاعة. يا جماعة أيوة أنا مش شايل الولاعة. مش في فرح احنا يا جماعه. يا مش مهم انا حرامي. طلع صوره بس صوره يا عم. انا حرامي. تعالى يا باشمهندس صور. ايوه يا باشمهندس انزل هنا عشان تكده تصور. انت بتعمل ايه يا باشمهندس؟ طب انا اللي محدش يتكلم يا جماعه. دلوقتي في عماره الجمل. يا عم اسكت خالص. انا حرامي يا جماعه. انا حرامي وبعترف ان انا حرامي. واحنا وزكناه. واحنا وزكناه. على شرطة الاطفال. تحيا شرطة الأطفال. 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 هسألك سؤال. اتفضل. أنت كنت طالع تعمل إيه في الدور الأول؟ بصراحة حرام يعني. كنت طالع أعمل حمام. حمام. ده 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 ده.